في حد طالع بيقول ان سعد صغير واخد مني ميراث. انا ما بطلبش الا حقي، انا مش عايزه غير حقي. راجع ضميرك يا سعد، لو سمحت قبل ما الموضوع يكبر زياده عن كده انا هختصمك انت وزوجه اخوك. موضوع يا جماعه ان استاذه هبه قابلتني من 16 سنه وقالت لي انا كنت متجوزه اخوك عرفي. حضرتك اللي قلت كده؟ انا متجوزه شرعي. يعني هي كانت عارفه وعياله كانوا عارفين. إن يا جماعه انا لو اتجوزت عرفي ما عنديش جراءه اروح اقول انا عايزه ورث. بصوا يا استاذه هبه، بصوا يا جماعه، ده باين كده، ده حضرتك ده اعلان شرعي. لا والله، يعني والله ما اعرف، اقسم بالله اول يوم النهارده اعرف ان في اعلان وراثه ظهر من 2006 طالع، والله ما اعرف. ولاد محمد راحوا قالوا للمحكمه احنا لينا ورث ولا لا، فحضرتك هتعملي اعلان وراثه؟ اني لما رحت له في 2008 او 2009 ما قاليش ان في اعلان وراثه طلع، قال لي احنا مش هنطلع اعلان وراثه دلوقتي. انا بتهمه بالتزوير وبختصم مرات محمد اللي هي بتعمل اعلان ازاي من غير ما تحط اسمي وهي عارفه ان انا زوجه تانية لجوزها. وتيجي تاخد حقك، انت النهارده طالعه في اللايف بتقولي ايه؟ الموضوع كله على شقه. يعني الموضوع كله على شقه. انا ذنبي ايه؟ انا مال انا؟ لكن كان لو من الاول بقى قال لي معلش جوزك ما ورثتي، جوزك ما عندوش فلوس، اي كلام ايا كان، خلاص انا هسكت مش هتكلم في حاجه تاني. ان حد قال لحضرتك سعد الصغير وبتاع، في حاجات بقى حضرتك قلتيها في الفيديو دي حاجات بقى قانونيه، انا هاخد حقي قانوني. انا معاه لاخر نفس في عمري. بص انا ما بقتش باقي على حاجه خلاص في حياتي، انا حياتي كلها اتدمرت، حياتي كلها ضاعت، ما بقتش باقي على حاجه. انا بس اللي زعلان منه ان حضرتك جاي بعد 18 سنه بتقولي ان انا ليا ورث. ما سكتش عن حقي، انا ما كنتش عارفه اجيب حقي، ما كانش معايا فلوس اروح لمحامين، ما كانش معايا اللي انا ادور واروح واجي وانا ست تعبانه ومريضه وظهري تعبني وعندي ضغط. كان بيتهرب مني. كان بيتهرب مني؟ ايوه طبعا كان بيتهرب مني. مع ان انا بالنسبه للفلوس دي ولا حاجه ولا اي حاجه ولا حتى يعني المشكله كلها اللي هو ما جاش قال لي انت مالكيش حاجه عندي. يعني دي انت طرف اللي هم اللي ورث ولاده ومراته وام رحمه الله عليها، صح حضرتك؟ فانت عايز تقعدي معايا ليه؟ انا مش طرف. عشمني. بيعشمك. عشمني والعشم انا عايشه فيه عشان اعمل العمليه واروح العمره واشوف لي حته مشروع صغير كده اعمله، لان انا مش عارفه اشتغل بسبب ظهري. هو واقف حالي من كل حاجه. اللي هي الشقه اللي حضرتك بتقول عليها دي شقه ايجار قديم يعني، او ايجار جديد، او شقه تمليك، او شقه لعبه. وبعد الشقه اللي انا رحت اشتريتها ودفعت فيها فلوس اللي كان قاعد فيها الملحن استاذ محمد عبد المنعم اللي كان قاعد في الشقه، حبيبي واخويا الراجل المحترم سعد اداني 35000 جنيه، حتى المذيع قال لها انت خدتي 50 اطلع 35. الموضوع كله سهل، هما تقولي لحضرتك ايه؟ اطلع يواجهني. مفيش قضيه، اداكي فلوس ساعتها او حل معاكي 5000 جنيه. هو بيقول اداكي 50000 جنيه. والله لو كنت خدت ال 50000 كده مره واحده كده كنت رحت اتصرفت في اي فلوس وعملت عمليه ودعيت له.